والشهيوه ديالها ان شاء الله غادي تكون هي الصلصه ديال البيتزا. السلام عليكم اخت لطيفه. السلام ورحمه الله. مرحبا بك على راديو اسوات. الله يبارك فيك بنتي، كي دايره سناء؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. وعليك الله وفيك، شكرا. عندي الصلصه ديال البيتزا. اييه واخا، بسم الله. عندنا واحد البصله. نعم. عندنا جوج حبات ديال الجزر. عندنا واحد قرعه خضراء قرعه. اييه. عندنا 10 حبات ديال الطماطم. عندنا جوج فصوم ديال الثوم محكوكين. اييه. عندنا جوج ملعقات ديال مطيشه الحك. نصف ملعقه ابزار. الملح. نعم. ملعقه كبيره ديال التحميره. ونصف كاس ديال الزيت. ايه. طريقه، غادي نشدو نص لتر ديال الماء وغادي نسلقوا فيها هذيك الخضره، ديك الجزر والجزر والقرعه. ايه والقرعه. وبعد ما كتسلق الخضره كنطحنوها. نعم. بالماء ديالها. ايه. في الخلاط، وكنضيفوا ليها كنضيفوا حتى كتصبح مزيان مساويه مطحونه مزيان. وكنضيفوا ليها وكنديروها في النار. نعم. حتى كيتشرب داك الماء ديالها. وكنزيدوا ليها دوك التوابل، يعني الثوم، الثومه ودوك التوابل ديالها، يعني الزيت وسميتو. والبزار وسميتو التحميره والملحه. وكنزيدوا ليها الطماطم المركزه. نعم. وكنخليوها حتى كتشرب مزيان هذاك الماء فاش طحناها وزدنا لاصوص ديال المطيشه. ايه. وحتى كتخلص مزيان من هذاك الماء ديالها. وكنديروها صافي وكتصبح جاهزه، وكنديروها في القرايه عندنا وكنحطوها في الثلاجه وقت ما بين نستعملوا البيتزا كنفلوها كنجبدوها. تبارك الله عليك، هاد كتكون عندنا واحد الكميه كبيره وكنصاوبوها. غزاله هادي، وحنا كنعرفوا انه البيتزا تبارك الله عليها الطلب في ساري ليا مكثر دابا في شهر رمضان. هادي صلصه عندك رائعه، انا متاكده على انه مستمعاتنا غادي يجربوها من عندك. بارك الله فيك لطيفه، وغادي يشكروك عليها.